حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. بعد نصف شهر من ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، يحتفل الفلسطينيون اليوم بالذكرى 28 لتأسيس دولة فلسطين. أين امتزج التاريخ بالجغرافيا؟ فكانت مسافة 15 يوما بين الحدثين في الرزنامة السنوية، وكانت المسافة الجغرافية 0 كيلومتر. فالإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية تم بقصر الصنوبر في الجزائر العاصمة. عندها امتزج الزيتون بالصنوبر والقشابية بالكوفية، ومن جبالنا بحاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون، فإما أن تكون أو لا تكون. إذن كما صدقت نبوءة شاعرنا، سيأتي الدور على شاعركم. فالنشيد الوطني الجزائري نظمه مفدي زكريا بدمائه، ووثيقة التأسيس حررها محمود درويش بدماء كل الفلسطينيين. الدولة فلسطين، العاصمة القدس، السلطة السلطة الوطنية الفلسطينية. التاريخ 15 نوفمبر 1988. النبوءة الاستقلال. أكثر من 80 دولة اعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان قيامها من الجزائر. العدد تصاعد إلى قرابة 140 لاحقا. العالم تغير منذ ذلك التاريخ. حملة الاستيطان تعاقبت ورفض الكيان الصهيوني وقفها. أسراب غربان ترتدي زي حمام السلام برعاية أمريكية وروسية وأوروبية. هنا يقول شاعر من الجليل: إن غرابا أسود في يوم مثلج أجمل من حمام السلام في خطابات السياسيين. المقاومة لم تتوقف، الأسارى بين المعتقلات وقلوب أحبتهم، إلا في حملات التبادل كما يصفها البرغوثي الصغير: عاد الأسارى بأثواب مموهة وبالسلاح كأن الأسر لم يكن. حائط البراق أم حائط المبكى؟ سؤال كلف عددا مهولا من الأرواح. مسجد بيت المقدس أم عرش سليمان؟ سؤال آخر كلف الناس أرواحهم ومنازلهم وحتى بعضا من تاريخهم. القدس عاصمة ماذا بالضبط؟ وهكذا تستمر الأسئلة، والكيان يجيب عليها باحتلاله أكثر من 80% من الأراضي الفلسطينية التاريخية. بينما يجيب شاعر مصري: كن أنت صوت الأمهات ممزقا بالدمع، أشرف من نشيد الدولة، وقميص أرملة الشجاع مخضبا بالشوق، يرعب راية محتلة لدماء طفل في شوارع غزة. أقم الصلاة فكل طفل قبلة.